اسم نوعات الاخوان المسلمين شايف يبقى ايه؟ يبقى اكيد الارهاب، الارهابيين، الجماعه الارهابيه زي ما هم، لان ده 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 حركه موجوده من التاريخ، من ازل، من قديم الازل يعني، موجود الكلام ده كله موجودين، وهو ناس مسلمين وناس مصليين وناس محترمين جدا يعني، شفناش منهم ولا حاجه، بدليل ان ايام مرسي ما حصلش اي حادثه ارهابيه. اهم حاجه ان هي تكون طافيه، لان لو النيه مش طافيه دلوقتي لا مؤاخذه هنبقى نقدر نتعامل معاهم ازاي؟ هل اللي انت عاجبك اللي هو الاحداث اللي بتحصل اللي في كل حته كل يوم لينا اخ وابن بيموت ينفع؟ اهم حاجه يكون ضميرهم نضيف، الاسم دي مش مشكله، اهم حاجه يكون الضمير نضيف، لان الضمير نضيف هنقدر نتعامل معاهم. تغيير الاسم نفسه مش مشكله، لكن تغيير يعني انها المفروض كلنا نعمل في صالح البلد، يعني هم المفروض ان هم يتعاملوا في صالح البلد، وفي نفس الوقت ان احنا نتعامل بضمير خالص احسن من مش موضوع الاسم. انا شايفه ان اسم الجماعه مش وحش، يتغير ليه يتغير؟ لازم يتغيرش وحش. يا ريت، احنا عايزين ايه؟ عايزين الصلح العام للبلد كلها انها تمشي، والصلح احنا المصريين مع بعضين. هم جماعه الاخوان المسلمين هيغيروا اسمهم يعني، يقول جماعه ارهابيه. لا انا شايف مش عيب في الاسم يعني، مش الاسم مش هيبقى في حاجه يعني. هي المشكله مش في الاسم اساسا يعني، هي المشكله فيهم نفسهم مش في الاسم، هم لو غير الاسم برضه ما هي هي نفس الفكره مش اكتر، بس هيقلبوا سلفيين مثلا استحاله يعني. اهم حاجه يبقى يعني يتغير الاسم، هم عندنا الاسم يتغير.